فهمتوا هتعملوا ايه اول ما العريس يوصل؟ هو ده، هو ده، حلو قوي. ايوه، ثانيه واحده اللي على الباب. اهلا، السلام عليكم. اهلا. المعلم خشت. اهلا عايد يا ابني، خش عفلة. اسخن يا اهلا وسهلا، خش يا ابني بيتكم بالراحه. اهلا وسهلا، شغال انت؟ اهلا وسهلا، اتفضل يا حاج. والله ملو لازمه، والله تعب ملو لازمه. على القهوة، لا مؤاخذة، ثانية واحدة بس أبلغ الجماعة. فتنة يا لوزة، فتنة لوزة، يعني كل ده ما انتوا السامعين؟ ايه الريس الخشت بره وابنه عايد، ايه العريس برضه يا جوز خالتي؟ برضه رحت جبتهم؟ مش عايزة اتجوز. جوايا فتنة، هتفضحينا بره، الناس بره. معلش يا حبيبتي، اطلعي اقعدي، بصي له في عينيه، اتفرجي على قميصه، بصي على عضلات صدره كده وهو فاردها، شمي برفانه، يمكن الهوا يجي سوا. ولا هوا ولا سوا، مش عايزه اتجوز، هو الجواز بالعافيه يا ناس. ايه ايه، زعاق قوي عشان يعرفوا ان مفيش في البيت راجل، عضوا في الارض. معلش يا اخويا، جرايه يا بت، في ايه؟ عيب، الناس في بيتنا، قومي. اقعدي جنبه، بصي له بصه حلوه كده، وبعدين بيرفضيه، هم هياكلوكي ولا ياكلوكي؟ وقبل ما تطلعي بيضربي قلم روج، وحزقي الجلابيه على وسطك كده شويه، وتفردي خلقتك. كده يا شرف، امك تهون عليكي؟ ده انت يا بنت ما كنتيش بتغيبي عني يوم واحد. طب انا هونت عليك، اخواتك كده وحشتيني قوي يا ست الكل، واخواتي كمان وحشوني، البيت كله وحشني. باين كل يوم بتجينا وبتسالي عليا حتى بالتليفون. معلش، ما انا برضو ما كنتش عايزه ابين ان انا رايحه اقعد مع محمود وانا متضرره. هو عشان خاطر محمود تبيع امك؟ اشربي يا نور عيني، اشربي. عامله معاكي ايه يا ربي؟ مش عايزه اجيب سيرتها ولا اسمها. عامله ايه معاكي سعاد؟ الحمد لله كويسه. كويسه؟ عمرك ما عرفتي تكدبي. قولي لي يا شرف، قولي واطمني، هخليكي ترجعي لمحمود. انا تعبانه قوي يا ماما. تعبانه يا حبيبتي؟ سلامتك من التعب، والله ما انت راجعه له تاني، هجوزك سيد سيده. قولي لامك مالك، افتحي لي قلبك يا بنتي، عملت فيكي ايه؟ مش قادرة تنسى اللي حضرتك عملتي فيها. عنها ما نسيت، قلتلك قلبها اسود فحمة. الله، انت اللي مسرة. يعني كنت عايزاني اعمل ايه؟ اهد البيت بايدي؟ طيب بعد الشر عليك وهد بيتك يا بنتي، بس انا خدت عهد على نفسي مش هتحشر غير لما تأمريني، عشان انا لو اتحشرت هولع فيها وفي ابنها وفي بيتها واللي يتشدد لها كمان. لو النبي، لا عشان خاطري ابوس ايدك يا ماما، كفايه قوي اللي حصل بينك وبينها. معلش يا حبيبتي، معلش. يا اهلا يا ريس عايد. اهلا بيكي. الشارع يا اخويا نور، ربنا يخليك، والسلام نورت، والمناور نورت، والشقه نورت. الله ينور عليك يا ست الكل. احنا قلنا يعني كده مش هلاقي احسن من بيت الرئيس مسعد نهاوند في شارع محمد علي كله عشان نناسبه. ربنا يبارك فيك يا ريس خش، ده بس من اصلك. هي العروسه مكسوفه ولا ايه؟ مكسوفه ليه ان شاء الله؟ ما انا زي الفل وقاعده اهو، ولا انت عايزني يعني اتحزم لك وارقص لك ولا اتحزم لك وارقص لك؟ يا ريت. مش وقته. خلاص يا بت، بدل ما اكسر لك سنانك كلمي كويس مع الناس. معلش، ما انت عارف فتنة بنت نكته وتحب تهزر كده وتكشر وبعدين تضحك. ما هو باين عليها سيماهم على وجوههم. نقرا الفاتحه بقى؟ نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم.
بتهت ايه؟ انا مش عايزه اتجوز، مش عايزه اتجوز. بت يا بت يا بت، تعالي هنا يا بت، ده احنا بنقرا فتحتك مش فتحه الجيران. بسم الله الحفيظ، هو لا مؤاخذه يعني كان في حد من اهلها عنده لطف ولا حاجه؟ لطف؟ لطف الله عليك يا حبيبي، ما البت زي الفل هي قدامك وعقله، دي عقل مني وايه من جدودها ده؟ ما احنا اهلها شايفنا مخابيل قدامك، ما احنا زي الفل اهو. جرايه يا معلم، ما تقف مع وجهه تتكلم عدل، ايه الكلام اللي ملوش لازمه ده؟ دي كل الحكايه ان هي بت بنوت واول مره يجي لها عريس وحمرة الخجل اتكسفت يا عايل. ايوه يابا، باين عليها انكسفت. انا مش عارف يابا ليه كل ما اشوف عروسه تنكسف وتهرب. طب اتلهي واسكت. طب احنا نستأذن بقى دلوقتي ونبقى نفوت عليكم في مره تانية. انست ونواتي يا ريس، خشت والله. طيب سلام عليكم. والله ما هيحصل، ده بيتك. يلا يا ابني، مع السلامه يا عايد. هستناك المره الجايه يا عايد تيجي تتغدى معانا بقى، وهات فرختين مشويين معاك يا حبيبي. سلمني على ماما. ماشي يا مقصوفة الرقبة يا بتاعت كريم. كده برضو يا فتنة؟ كده برضو يا بيت؟ خليتي الناس بره يقول عليكي مجنونة؟ يقولوا اللي يقولوه يا خالتي، أنا ما بيهمنيش حد ومش طايقاه أصلا. شيلي من دماغك يا فتنة، شيلي من دماغك كريم، انت وليا وانا هنصحك لله في لله. كريم ده مش ابني؟ انا بقولك طلعيه من دماغك. كريم لما فكر يتجوز يا فتنة بص لفوق قوي وراح حتة تانية، مع انك كنت قدامه ليل نهار ومع كده ما فكرش فيكي، ومراته خلاص حامل. ها مستنية يجيلك برضو؟ فكري في مصلحتك وخليكي واعية، والدنيا ما بتقفش على حد يا فتنة. مش قادرة يا خالتي، كريم مش اي حد، انا وعيت على الدنيا ما لقيتش قدامي غير كريم. كريم مش اي واحد، كريم ده حياتي وعمر كله. خليكي ناصحه، خليكي ناصحه وواعيه. الراجل قبل ما يعمل وشه كده ترزعي انت الباب في وشه، وما اكتر من رجاله يا حبيبتي مليين البلد، اللي يضايقك اقلبيه واعرفي واحد تاني يريحك. مفيش حاجة شايلة الست غير رجلها، لا راجل بينفع ولا عيل بيسند.